السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة. كما تعلمون منذ شهر أو شهرين وضعت فيديوهات تحدثت فيها على أن هناك احتمال أن يقوم مكتب الـ USCIS أو ما يسمى بمكتب خدمات الهجرة والمواطنة الأمريكي بالرفع من الرسوم، يعني التقديم على بعض التأشيرات. يعني مثلا إنسان يقدم على لم الشمل، أو إنسان يريد تعديل إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إنسان يقدم على الجنسية، فكان هناك مطالبة أو مقترح من أجل الرفع من رسوم يعني هذه التأشيرات وهذه الطلبات. ووضحت لكم أن هناك يعني الطلبات سوف تعرف ارتفاعا بقيمة 80%، ومن بينها التقديم على الجنسية الأمريكية. فهذا الأمر كله كان كما قلت، وضحت أن السبب كان يعود إلى ظروف الوباء، ظروف عدم يعني تمويل هذا المكتب من طرف الإدارة الأمريكية، لأن هذا المكتب مداخله تعتمد على ما يحصل عليه من الناس التي تقدم على طلبات أو الورك بيرميت أو تعديل الوضعية وغيرها من الأمور. وكان يعني الرفع من فاتورة أو من الرسوم الطلبات كان سوف يدخل حيز التنفيذ يوم 2 أكتوبر، لكن الخبر الصار وهو أن هناك قاضي فيدرالي يدعى جيفري إس وايت قام بالطعن في هذا القرار، وتم توقيف هذا القرار من طرف هذا القاضي. أوكي؟ فكما قلت هناك أمور يجب القيام بها، لأنه ربما الآن تم توقيفه من طرف القاضي. لا نعلم في حالة فاز ترامب هل سوف يتم تمويل هذا المكتب، أم سوف يطالب هذا المكتب مرة أخرى بالرفع من الرسوم المفروضة على هذه الطلبات. فلحد الآن كما قلت تم توقيف، يعني لن يكون هناك أي رفع في رسوم الطلبات إلى أن يتم يعني الإعلان عليه مرة أخرى. لكن إخواني أخواتي، هناك نصائح سوف أعطيها لكم في هذا الفيديو، يجب عليكم اتباعها الآن ما دام القرار تم الطعن فيه. وهي أولا التقديم على الطلب بدون تأخير. إذا كنت تريد التقديم على الجنسية قدم على الجنسية الآن، إذا كنت تريد التقديم على لم الشمل قدم الآن لا تنتظر. إذا كنت يعني لديك زوجة أو كان لديك زوج خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو أطفال تريدين جلبهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فعليكم أو عليك أو عليك التقديم الآن بدون تأخير، خصوصا إذا كانت لديك مثلا يعني الإمكانيات المالية التي تمكنك من التقديم الآن. فمثلا عوض أن تقدم 700 دولار وتنتظر في حالة تم رفع الرسوم إلى 1100 دولار، فأفضل أن تقدم الآن ما دامت الرسوم يعني منخفضة. أوكي؟ وما دمت مستعد للتقديم، فنصيحتي أي إنسان يريد التقديم عليه التقديم الآن قبل أن يتم الرجوع وربما الطعن في قرار القاضي أو الرفع من الرسوم مرة أخرى أو إصدار قرار للرفع من الرسوم. لذلك الآن الأمر يعني تم عمل بلوك له من طرف قرار القاضي الفيدرالي، لذلك عليكم التقديم الآن. بالنسبة للموقع، بالنقطة الثانية، عليك الدخول إلى الموقع الخاص، الدخول إلى الموقع الخاص والبحث هل ملأت الاستمارات المطلوبة أم لا. لأنه في حالة كان أو في حالة دخل حيز تنفيذ القرار الذي يأمر بالرفع من الرسوم، كان سوف يظهر لكم يعني استمارات جديدة. فالآن عليكم الدخول إلى الموقع، ملاحظة ما هي الاستمارات المطلوبة وملؤها الآن، كما قلت الآن، وليس عليكم الانتظار، لأنه أي غلط ربما سوف يؤثر عليكم. النقطة التالية والتي يعاني منها العديد من الناس وسوف أشرحها، وهي أنه عليك إرسال جميع الوثائق المطلوبة مع الاستمارة. أوكي؟ هناك أناس مع كامل الأسف يقومون بإرسال الاستمارة، يعني مثلا طلب الجنسية أو يريد إرسال طلب لم الشمل أو غيرها من الطلبات، يقوم بإرسال الطلب الاستمارة وبعد ذلك يتذكر أنه لم يرسل الوثائق. هذا الأمر يؤثر في على حالتين، إما التأخير لأنه سوف ترسل له رسالة تطلب منه إرسال الوثائق الضرورية، أو ربما سوف يتوصل برسالة
يقال له فيها أن طلبه رفض لأنه ناقص من المعلومات. لذلك إخواني أخواتي، كما قلت هناك العديد بدون ذكر أسمائهم أتواصل معهم، هم زوجات أو أزواج خارج الولايات المتحدة الأمريكية يتساءلون ما هو سبب هذا التأخر. فلذلك أخي أو أختي تريدين التقديم أو تريد التقديم، عليك التأكد أنه عليك ملء الاستمارة وإرسال الوثائق مع الاستمارة وإرسال يعني الفيز أو الرسوم. بالنسبة للإخوة الذين يجدون صعوبة في معرفة ما هو المكان الذي يرسل إليه الوثائق، فتذكروا أنه كل جهة لديها مكتب USCIS. فحينما تدخل على الموقع وتريد مثلا من استمارة لم الشامل، سوف تجد PDF، كتيب PDF يسمى بالإنستركشنز، التعليمات. سوف تذهب إلى ذلك PDF أولا، وسوف تلاحظ أنه هناك مكاتب حسب الولايات. يعني مثلا تسكن في مينيسوتا يجب عليك إرسال إلى نيبراسكا، تسكن في أريزونا يجب عليك إرسال إلى كاليفورنيا، تسكن في مثلا لويزيانا يرسل إلى فلوريدا، وهكذا. فهناك العديد من الأمور، فالمكاتب هي حسب الولايات. فيجب أن تعلم أين تسكن وأين هو المكتب الذي سوف ترسل إليه. لا تنسوا هذا الكتيب أو هذه التعليمات إخواني أخواتي، لأن كما قلت أي نقص في المعلومات سوف يؤثر عليك أو ربما الرفض. النقطة الرابعة التي سوف أختم بها هذا الفيديو وهي الإمضاء إخواني أخواتي على الاستمارة، لأنه كما تعلمون حينما تملأ استمارة هناك يعني خانة ربما في آخر صفحة تطلب منكم الإمضاء، كتابة اسمك وتاريخ يعني توقيع اسمك وتاريخ إرسال الطلب. إذا ملأتها أونلاين كذلك يجب أن تقوم بما يسمى e-sign electronic signature، فيجب عليك كتابة اسمك. ربما سوف يطلب منك social security number أو أرقام الأربعة من social security number، وسوف يطلب منك date وهو تاريخ إرسال. فهناك إخوان يقومون بملء الاستمارة ويقومون بطباعتها ويقومون بإرسالها بدون أن يقومون بالإمضاء على الوثيقة. فأعتقد أن هذا خبر صار حد الآن، لأنه تم توقيف هذه الزيادة في الرسوم خصوصا في هذه الأونة التي يعاني منها العديد من الناس. فلا يمكن أن تقوم مكتب أو يقوم مكتب المواطنة وخدمة المواطنة بالرفع من هذه الأسعار خصوصا في هذه الأوقات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.